كتير تفائلنا بأعمال البيئة الشامية لهالموسم، وإنه في روح فانتازيا جديدة داخلة على الصنف الدرامي اللي بتتميز فيه الدراما السورية. كات. شو صاير لكم؟ لهالدرجة نضبط الأفكار وجفت الأقلام؟ لهالدرجة الشخصية الإنسانية بالحياة مفروزة شر مطلق وخير مطلق؟ وين هالبشر بحياتنا من هالنوعين؟ بعدين موضة سرقة وخطف الأولاد لشو؟ شو هالتشويق اللي بلا طعمه؟ طب الأولاد اللي مثلوا أدوارهم ما بيخافوا يشوفوا هالشغل؟ يا ريت كنتوا سألتوا أي طبيب أطفال إنه طفل بعمر الأشهر لا يمكن يعيش بهيك ظروف اللي فرضها المسلسل. برافو، صار اسمها أفلام الكرتون الشامية بدل أعمال البيئة الشامية. هاد هو أهم إنجاز لهالموسم بأعمالكم. معقول بحلقة واحدة 4 وفيات؟ طب وليش هالجد نازل ضرب ومعاقبة للكبير والصغير؟ شو هالحارات اللي طلاب الفنون بالسنة الأولى بيرسموا أجمل منها؟ طيب ليش الأب عم بيكون أكبر سن من الجد؟ وليش الطفل الصغير لما بيكبر وبصير بطل العمل لساته الشيخ مثل ما هو؟ ما تقدم بالسن. ما بعرف نكمل ولا بكفي. والله البيئة الشامية اكتفت من تشويهكم إلها. عن جد ناطرة المغيث من هذا العبث. وانتو شو رأيكم بأعمال البيئة الشامية بهذا الموسم؟ خبرونا.